السلام عليكم خالتي، اليوم راكم حلقة جديدة تاع فيك. حاول نجاوب على بعض الأسئلة اللي جاتني بزاف الأسئلة، حاول نجاوب على بعض الأسئلة. أيوة، نبدأ مع السؤال الأول. أوتاكو دي زد، واش تحب، إكس بوكس ولا بلاي ستيشن؟ هاي باينة بلاي ستيشن. بلاي كارد. السؤال الثاني، مهدي جمال، شنو هو الهدف ديالك في اليوتيوب؟ الهدف تاعي في اليوتيوب نحاول نطلعو جيمنج في ار جي، ايوا نوصل 1000 ابوني في القناة. هذا هو خويا، ميرسي على الكاستيون تاعك مهدي. السؤال الثالث جانا من عند طاهر طاهرو، يا خو واش تختار، بي اس كات ولا بي سي جيمر؟ هادي بي سي جيمر، انا خاصني بي سي جيمر. سيرتي الكاستيون تاعك. السؤال الرابع جانا من عند احمد مانو باسم، علاش اخترت مجال الجيمنج؟ اخترت مجال الجيمنج خاطش لعب لي جو بزاف، نحب لي جو. هيا قلت ندير نفتح شان في اليوتيوب اللي فيها لي فيديو. هادي هي ماسك الكيستيون تاعك خويا. روح السؤال بعدها، ايو بي جي، شنو هو احسن ألعاب لعبت فيهم وشحال في عمرك؟ أحسن الألعاب لعبتهم كاين جيتيا، بي اس، كاين بزاف لي جو. المهم جيتيا نلعبها بزاف. شحال في عمري؟ عندي 16. ميرسي على الكاسيون تاعك خويا. روح السؤال هذا، عبد النور بالحاج، كم عمرك في سنة تدرس؟ تدرس تروازية ليسية. عندي 16 عام. سؤال جانا من عند تاج جيمنج، مبروك عليك 132 أبوني ليك خويا، ربي يحفظك. صور لي مميزات الحاسب تاعك. مميزات الحاسب تاعي تسيبها في الديسكريبشن، دوك نحطها في الديسكريبشن. أنا حاطها خويا، ميرسي على الكيستيون تاعك. السؤال على التالي ولا قبل التالي، محمد كيميك، مبروك 132، سوبر اخي، ميرسي خويا، ربي يحفظك. السؤال ديالي هو، شنو هي المواصفات ديالك وكي جاتك الشان ديالك؟ مواصفات ديالي كما قلت لكم في الديسكريبشن، لو حاب تشوفها. الجهة تاعك فور، كمل راك كفور غادي توصل. روحو السؤال اللي بعد هذا، السؤال الأخير، لو كان نختار تشري بي سي ولا بي اس كات ولا اكس بوكس؟ في هذه سؤال جانا عند رؤوف، جانا عند عبد الرؤوف عامر، نشري بي سي جيمر و بي اس كات، نشري زوج، اكس بوكس ما لعبهاش. خلاص، هذه لي كاسيون تاعنا اللي جاتنا، اللي ما جاوبتش عليهم راح تكون فقرة فيك تو. حاول نجاوب يعني، راني جاوبت على بعض الأسئلة. متنساوش ديرلنا إلا عجبتكم الحلقة، ديرلنا جيم، أبوني تحت، ديرلنا كومنتار. أيوا، سلام.